نحكي التمثيل والسيرسين المسلسلات ما تو سامبلومون ما صارش اقتراح ولا من قريت روحك في الدراما في الاعوام الاخيره وي لان علاش قريت روحي ابار هو لهنا الحاجه تحسب لي انا نجحت محمد جبالي في التمثيل نحكي الممثل اكثر من مطرب معناها طيب في السيت كوم لوتيل نغني ونمثل اكثر سكسي وخلينا نقول اكتشاف مشروع ممثل هم نتاع روسيلي انا ما نغنيش فيه معناها النجم انا نتواجد خاطر موش مربوط محمد جبالي حشتنا مطرب باش يمثل لا حتى الممثل نجحت كممثل بعيد على الغناء دار الناس فيلم دار الناس اللي مثلت فيه بعيد على الغناء عام سعيد مسلسلات اذاعيه في كيفاش انا مش ضد تو سامبلومون ما كان ما صارش يا اما نساه ولا تنساه محمد جبالي ان شاء الله هونتو ماما سو مره زاد سامحني في برنامج تلفزي وقت معنا انور العياش الممثل قالوا لنا ما احنا نفس السؤال قالوا انا برشا ما ريناكش معنا التمثيل قالوا شو انا نرقد العشرة متاع الليل والادوار تتوزع من بعد العشرة متاع الليل اي صحيح هونتو انا نفس الشيء ما عنديش شكل القعدات هذيك اللي تتوزع فيها الادوار سينو تولي تسهر شويه محمد جبالي معنا والله سدي بون سهرة من سهرة شنو هي الأدوار اللي شفت فيها روحك وحبيت تكون أنت موجود في الدور هذيك في المسلسلات اللي تعديت ديرنيغمون موتنا هنا المشكل ولي الممثل بيدخل كشبينا ما عجبتوش معناه فما والله كما قلت ما نربطهاش بدوره ونغني معناه فما الأدوار برشا فما برشا أدوار لأنه كما قلت كان نجحت ممثل يعني ما هوش مربوط بالغناء معناه نجم يقدم أي شخصية